فالسؤال الأول بيقول يا دكتور سامح، أنا لو هربي 500 تنصحني أحصن ولا لأ في العدد ده؟ والسؤال الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيك يا دكتور، ممكن الكوكسيديا تأتي في البطاريات؟ التسمين وعلاجها ايه؟ ونبدأ بالسؤال الاول، هل الاعداد اللي زي 500 هل الافضل ان احنا نحصنهم ولا لا؟ شوف، هو الافضل انك تحصن، لكن برضو مش هينفع تحصن البرنامج كامل، يعني اللي بيربي 500 مش زي اللي بيربي 50,000. فانا شايف انك ممكن تحصن تحصنتين في الاعداد اللي زي 500 مهمين جدا. التحصنة الاولى هي ام اي 5 كولون سيرتي على عمر 12 يوم، ودي لازم تكون رش لانك مكان محكم، تقدر حتى لو في البطاريات، لو 500 في البطاريات هترشهم برشاشه، لكن خد بالك لازم المايه تكون بارده. التحصينه الثانيه يا شباب، الافضل انها تكون جمبورو عطره فوق متوسطه، يفضل ان انت تحصنها عمر 15 يوم. يبقى التحصينه الاولى عمر 12 يوم رش ام اي 5 كولونسيرتي، التحصينه الثانيه جمبورو عطره فوق متوسطه عمر 15 يوم. بكده انت حصنت او غطيت ثلاث فيروسات، النيوكاسل والاي بي والجمبورو. بيبقى لحضرتك تحصينه يعني حسب ظروف المنطقه عندك، اللي هي تعيد تاني تحصين النيوكاسل عمر 22 يوم تقريبا، لاما افينيو لاما كولون سيرتي. فانت ممكن التحصينه الاخيره تكون افينيو على عمر مثلا 22 يوم، بحيث ان انت كده تكون غطيت الدوره لحد تقريبا 35 او 40 يوم من الفيروسات الشرسه اللي ممكن تهاجم فراخك. وكده نكون جاوبنا على السؤال الاول. وبرضه ما انساش اقول لحضراتكم، اللي عنده اي سؤال يكتب لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله كل فتره نعمل حلقه نجمع فيها الاسئله. طيب السؤال الثاني اللي هو بخصوص الكوكسيديا في البطاريات، هل ممكن كتاكيتك اللي بتتربى في البطاريات تصاب بالكوكسيديا؟ شوف، هو بنسبه كبيره جدا مش كل اسهال بني ومش كل اسهال احمر بيكون كوكسيدي. احيانا تغيير العلف بيعمل اسهال بني، لكن مش معناه انه كوكسيديا. احيانا برضو في بعض المشاكل بتعمل اسهال احمر خفيف لكن مش كوكسيديا. اعمل حسابك ان الكوليستيريديا بالظبط هي بتعمل اسهال بني شبه الكوكسيديا. وخد بالك دايما لما بيحصل تغيير علف او برد او اي حاجة في مناعة الطيور بيحصل نشاط للاسهال البني في البطارية. فحضرتك بتعتقد ان دي كوكسيديا، لكن هي في الحقيقة هي كوليستيريديا. كوليستيريديا دي بكتيريا موجودة داخل جسم وامعاء الطيور، بتزيد وتقل حسب مناعة الطيور. فممكن مثلا بعد التحصين تاني يوم تلاقي الإسهال البني زاد في البطارية أو في الأرضية عندك. ممكن تلاقي مثلا بعد شوية برد الإسهال البني زاد. ممكن تغيير علف، مجرد بس إنك غيرت علف تلاقي الجهاز المعوي حصل فيه اختلاف أو خلل بسيط ينشط لك الكوليستيريديا. لكن بتكون إيه؟ بتكون يوم ولا يومين وبترجع الفراخ الأمور طيبة تاني، مفيش مشكلة. أنا بس بنصح في الحالات اللي زي دي إنك تضيف أحماض عضوية، تجيب لتر أحماض عضوية من الصيدلة البيطرية. ناس كتيرة بتسأل عن الأحماض العضوية. برجع اقول لحضراتكم، اللي بيربي في 50 او 100 كتكوت بيجيب ازازه خل من البيت، ازازه خل، وبيحط جرعه 2 الى 3 سم على اللتر. دي كده بالتركيز ده بنسميها مناسبه او مساويه للاحماض العضويه. اما الاحماض العضويه اللي هتجيبها من الصيدليه هتحط نص سم فقط على اللتر. فسواء جبت خل حطيت 2 3 سم على اللتر او جبت احماض من الصيدليه، ويفضل طبعا الاحماض اللي في الصيدليه البيطريه، لان بيكون تركيبتها فيها احماض كتير، بروبيونيك اسيد، لاكتيك اسيد، فوسفوريك اسيد، يعني مجموعه من بيوتريك اسيد، مجموعه من الاحماض اللي بتغطي او ليها فوائد كتير داخل جسم الطيور. يبقى النهارده كده خلاصه الموضوع، الكتاكيت لو في البطاريه وجالها اسهال بني ما تقلقش، غالبا بيكون كوليستيريديا، لان نادر جدا ان الكتاكيت تصاب باصابه كوكسيديا وهي في البطاريه، بتكون نادره. لكن اللي بيحصل زي ما بقول لحضراتكم انها بتكون كوليستيريديا، وفي الحاله دي بيكون علاجها احماض عضويه او خل. لكن لو زادت عن اللازم يفضل انك تحط مضاد حيوي زي الامبيسيلين او الاموكسيسيلين، بتخلطهم واحد منهم، يعني تحط واحد منهم معاه كوليستين، تختار مثلا امبيسيلين مع كوليستين او اموكسي مع كوليستين، الاثنين دول مع الكوليستين بيجيبوا نتيجه كويسه. لكن في تريك حابب ان انا هفكر حضراتكم بيها، ان الامبيسيلين او الاموكسي لازم ان انت تعطش ساعتين قبل ما تنزلهم، ولازم كمية المية تكون قليلة تخلص في مدة لا تزيد عن 4 ساعات. كمان يفضل ان مياه الشرب دي تكون مياه باردة زي ما يكون في التحصين بالظبط، يعني عامل الامبيسيلين او عاملهم على ان هم تحصينة. هتحسب طبعا الكمية المطلوبة حسب وزن الطيور، الدكتور بيساعدك في الصيدلية انه يحسبها معاك. احط بقى ال 200 جرام دول مش على سقوة 12 ساعة، لا على سقوة مثلا 4 ساعات، كمية مية لا تزيد عن 4 ساعات، والمية تكون باردة، ويفضل ان اعطش ساعتين علشان الهدف من الموضوع ان الفراخ تشرب كمية المية دي بسرعة، لان الدوايين دول بيتكسروا في مياه الشرب وبيفقدوا قيمتهم بعد 4 ساعات.
فهي دي التركه اللي لازم تاخد بالك منها لما تيجي تعالج الكوليسترول دي. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ارجو اللي عنده اي سؤال يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله كل فتره نعمل حلقه نجمع فيها اسئله حضراتكم. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.